تصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة المراحل الأولى لبطولة سلوفاكيا الدولية للقدرة لمسافة 120 كيلومترا وسط مشاركة فرسان من الدول العربية والأوروبية. وقاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة فرسان الفريق الملكي في سباق اليوم الذي انطلق في ساعة مبكرة، وما زالت المراحل مستمرة حتى الآن، حيث يشهد السباق مشاركة سموه وفرسان الفريق الملكي وهم سلمان عيسى ومحمد الهاشمي ومنال فخراوي وناصر الذوادي. وأنهى سمو الشيخ ناصر بن حمد المراحل الأولى في صدارة السباق، حيث أكد سموه على قوة المراحل، خاصة وأنه يشارك في سباق 120 كيلومتر بعد أقل من 24 ساعة من إنهاء سباق 160 كيلومتر بتحقيق لقب البطولة بعد مستوى بارز قدمه سموه طوال المراحل. وحرص سموه على توجيه الفرسان طوال المراحل لتحقيق أهداف الفريق من السباق الذي يعتبر محطة قوية قبل المشاركة في بطولة العالم القادمة التي ستقام في إيطاليا. كما التقى سمو الشيخ ناصر بن حمد بفرسان الفريق قبل انطلاق السباق، حيث وجه سموه الفرسان بتقديم أفضل المستويات لتحقيق النتائج الإيجابية التي تعكس قدرات الفريق في المحافل الأوروبية. هذا وشهدت المراحل الأولى من السباق منافسة قوية ومشاركة جيدة من الفرسان العرب وأوروبا.